رغم نشأته الحديثة إلا أن القائمون على نادي بلدية بابور لرياضة الكيك بوكسينغ يتطلعون إلى إنشاء فريق تنافسي في الصنفين الأصغر والأكبر، خاصة في ظل الإقبال الكبير من شباب المنطقة على هذه الرياضة. ليبقى العائق الأكبر هو غياب لأبسط الإمكانيات والدعم من السلطات المحلية. احنا اسم غير ما ديمارينا عندنا واحد 3 شهور ان شاء الله ملي بدينا الكيك بوكسينغ هذه، لاحظنا اقبال كبير كما نقولوها للشباب هنا في الرياضه هذه. عندنا الاصغر وعندنا الاكابر. الامكانيات كما راكم تشوفوا هناك شغل انا حاجه قليله برك. نتمنى ان شاء الله السلطات يشوفوا علينا بنظره، يعاونونا شويه ان شاء الله، يجيبوا لنا شويه ماتريال. انا راني نتعلم في الكيك بوكسينغ باش نولي بطل المستقبل.